يا مساء الخير عليكم ومسي عليكم من مؤسسة سعيد علي آل طالب. هذا المكان أنا لما أصور تحدي الأسعار، يعني هنا في عروض خيالية، في أسعار تكسير تحطيم، أسعار من الآخر. خلينا نشوف العروض اللي موجودة عندهم. نبدأ بأول عرض، قشطة بانوراما. والعرض اللي عليها، قبل ما أقول لكم سعرها كم، أقول لكم هذه قشطة مضمونة، يقول لك خذها وجربها، إذا ما عجبتك رجعها وخذ فلوسك. منتج واثقين منه. كم سعرها؟ بريالين. طبعا هذا سعر الجملة، يعني انت راح تاخذ المفرق بسعر الجملة بريالين فقط. سعرها مرة ممتاز، جربوها. ندخل على العرض الثاني، حليب مجفف. كم سعره؟ 1800 جرام 28 ريال. طبعا الحليب المجفف اللي بهذا الحجم في السوق النوعيات الثانية يوصل 40 و50 ريال. هذا اخذه، واذا ما عجبك رجعه وخذ فلوسك، وكلها تواريخ جديدة. وندخل على جبنة بانوراما. طبعا هذه مو 500 جرام، هذه 900 جرام، يعني تسوي سندويتش حق الحارة كلها. كم سعره؟ 14 ريال فقط، وعلى الضمان ما عجبك رجعه وخذ فلوسك طال عمرك. جبنة من الآخر. يلا وندخل على العصير الكديدي، ولا زال العرض مستمر ب 22.90 هللة. إيش الأسعار هذه؟ طبعا هذه اللي بدون سكر، واللي بسكر ب 37.90 هللة. بصراحة أسعار خطيرة يا آل طالب. سلام. ورق عنب يرقاط، طبعا هذا من الماركات المعروفة، الورق عنب فيه يطلع لذيذ من الآخر. كم سعره؟ 24.90 هللة. تواريخ جديدة ولا يفوتكم، أنصحكم فيه. جبنة شيدر ماركة بانوراما، ما شاء الله تبارك الله، كيلو 800 جرام 27 ريال. إذا خلص الفول أنا مش مسؤول، ماركة بانوراما وعلى التجربة، وبكمل حبة بريالين فقط. والسكر يا سكر، سلامكم الله، سكر الأسرة 10 كيلو وعليها نص كيلو مجانا، بكم؟ ب 25.80 هللة. شاي لبتون، هذا طبعا مو 100 كيس، 200 كيس ب 25 ريال، ايش رايكم؟ تحدي اسعار صح؟ يا سلام. وهذا الفاصوليا السمدلي، طبعا اقوى فاصوليا بصراحه، من بعد السمدلي لا احد يتكلم. الصفه بكم؟ ب 40 ريال، والكرتون ب 160 ريال، اسعار خطيره يا طالب. هذا شاي الثقيل اصحاب المزاج والكيف العالي، كم؟ ب 10 ريال فقط. وهنا حليب ابو قوس الكرتون ب 200 ريال، والصفة 12 حبة بسعر الجملة، المفرق بسعر الجملة ب 25 ريال الدرزن. منتجات الفاين نفس الشيء، عليها عروض. طبعا منتجات كثيرة عندهم عليها عروض. صابون اومو، يا سلام، هذا اللي يخلي الملابس تشرق وتبرق. 6 كيلو مو 4 كيلو، 6 كيلو بكم؟ ب 35 ريال. سلام. وهذا مايك اليوم، طبعا هذا ال 200 ملي، وهذا ال 330 ملي، عليه عرض خطير ب 8 ريال و90 هللة، يعني وهذا السعر شامل الضريبة. طبعا الاستلام من هنا من الموقع. ندخل على ماي سنوفول، طبعا الماي الاقوى، الماي الجودة العالية، الماي الصوديوم الاقل. هذا ال 200 ملي وهذا ال 330 ملي، راح يكون ب 11.90 هللة، شامل الضريبة وشامل التوصيل. طبعا سنوفول هو الوحيد اللي عليه التوصيل، وهنا 600 ملي وهنا ال 5 لتر، هذول راح يكونوا ب 14 ريال، ونفس الشيء شامل التوصيل وشامل الضريبة. قوية سنوفول. إن شاء الله إن عجبتكم التغطية والأسعار كانت قوية. بعد سنابة هذه راح أحط لكم رقم التليفون، تواصلوا إياهم لو حبيتوا يرسلوا لكم لوكيشن أو حق الطلبات.